والزيتون الذي لا يثمر إلا بعد سنين وسنين انعجاف وأزمات نمر بها. أستاذ رائد، نغتنم وجودكم بيننا لنطرح شؤوننا وشجوننا مع معرفتنا المسبقة أنك اليوم لا تمثل مصرف لبنان حاليا، بل كنت في يوم ما ركنا من أركانه وتعرفت وتعرف ماذا يجري فيه من أسرار وخبايا وخفايا. نعلم جميعا أن السواد الأعظم من المغتربين اللبنانيين لهم علاقات مالية مع لبنان ويترقبون أي جديد عن مودعاتهم وأموالهم في المصارف، حيث تحول اللبنانيون إلى 4 مليون محلل اقتصادي ملأوا الشاشات وأصبحوا ريشة في مهب الريح بين أقصى التفاؤل وأقصى التشاؤم. قبل أن نفتح باب الأسئلة نرجو ما يلي، وهناك الملاحظ أن الجميع التزموا بالأسئلة، فالأسئلة يجب أن تكون مكتوبة باختصار وبخط واضح حفاظا على الوقت. يعتذر المركز عن طرح أي سؤال يتضمن تجريح بأي شخصية سياسية أو حزبية. 3، يعتذر المركز عن طرح أي سؤال خارج عن مضمون الجو العام. 4، فترة الأسئلة محدودة ب30 دقيقة، ونعتذر سلفا إذا لم نجب على كل الأسئلة، لأنه عندي فيض كبير من الأسئلة، يعني ما بتكفينا ساعات. على كل حال رح نعمل جهدنا. السؤال الأول، من خلال الواقع بلغ الدين العام في لبنان يزيد أو ينقص على 100 مليار دولار. هذا الدين ضاع بين 3 مزاريب: مصرف لبنان، النظام السياسي، والمصارف مع ولدها الهجين الصيارفة. يعني هو 4 مزاريب. ما هي الأولويات في هذا المثلث أو هذا المربع؟ تفضل. الملفت أنه الرقم اللي عم ينحكى عنه 100 مليار دولار هو الأسف وحدي الأرقام اللي غير دقيقة. رسمياً البلين حوالي 85 مليار دولار، بس لسوء الحظ عدم توفر الأرقام الدقيقة بتخلي الواحد يشتغل بيحكي 85 مليار. الناس ما كتير بتفرق بين شو يعني الفرق بين 85 و100. هال 15 مليار يعني اللي عادة ما بيعرف 15 مليون ما بيعرف 15 مليار. فبالدرجة الأولى الرقم منه دقيق. بالدرجة الثانية الدين العام هو مسؤولية الدولة. بغض النظر مين اللي أخذ الدين العام. الدين العام مسؤولية وزارة المالية والحكومة بمعالجته، هي جابته وهي لازم تعالجه. باقي تفاصيل مين اللي أخذ الدين العام، مين اللي اكتتب بسندات الخزينة، إن كان مصرف مركزي أو مصارف أو مؤسسات مالية عالمية، صار تفصيل. نرجع لأساس المشكلة، لأساس المسؤولية، مش لحتى تضيع نبلش نحط براس ناس لمنا معني. لذلك المعالجة اللي بدها تصير وهذا اللي عم نتابعه عن كثب، المعالجة اللي عم بتصير ندفع ولا ما ندفع تشي بالكثير من أسلوب معالجات الحكومة الحالية، بتأمل تكون مختلفة عن أساليب الحكومات السابقة اللي كانت فاشلة بامتياز، واحدة ورا الثانية ورا الثالثة اللي وصلتنا لهون. السؤال الثاني، إنسان متقاعد وضع أمواله وثقته في المصارف اللبنانية، تحول هذا الإنسان إلى متسول يعني شحال وجائع
خاصة أنه وضع أمواله بالدولار أو بالليرة اللبنانية بعد أن خسرت هذه الليرة حوالي 60% من قيمتها. ماذا تقول لهذا الإنسان وكيف يستعيد معاشه وكرامته؟ ما بعرف إذا أنا معني بالجواب على السؤال، لكن رح جرب أفسر شو عم بيصير. أول شيء عم أقول ما بعرف لأنه أنا مش معني بالجواب على السؤال. حسن حظي يمكن كنت خلال السنة الماضية خلال حوالي سنة إلا كم جمعة خارج السلطة، والمشاكل اللي صارت بشكل مذهل خلال الفترة الماضية، لكن طبيعة الحال في تراكمات كثيرة وصلت لهم. الحالة اللي عم تتفضل فيها دكتور حسن هو أي حالة عم نشوفها باستمرار، حدا متقاعد حاطط الحيلي والسبيلي، في أسوأ من هيك، متقاعد وراح باع بيته واستأجر بيت، واللي باع مصريات اللي كانت نتاج بيع بيته حتى يستفيد منها، حتى التقاعد يكون لائق أكثر. وهل مجال يعني فينا نحكي حالات اللي فعلا بتكون مبكية أكثر ما تكون أو فعلا مأساوية. قناعتي بناء على المشاهدات اللي بدها تصير اللي عم شوفها، راح بيصير في تحرير لأموال الناس تباعا. المجلس النيابي عم بيشتغل على موضوع اللي كان لازم يشتغل عليه واللي كان رفضه من لما انطلبوا حاكم مصرف لبنان بتشرين 2019، كابيتال كنترول. وبحب أقول بالمناسبة بهذه المناسبة افتح مزدوجين، مش مدركين انه قديش عدم وجود سلطة نقدية مؤثر سلبا بالوضع الحالي. طبعا مش ضروري يعني انا اكون موجود، عم نحكي سلطة نقدية ككل. المصرف المركزي هو مجلس مركزي، السلطة النقدية هي المعنية لتاخذ قرارات. بظروف مثل هذه الظروف ما في حدا الا حاكم مصرف لبنان، ما عنده اي سلطة لانه ما عنده نواب حاكم. مش انه ما عنده سلطة على المصارف، بس ما عنده سلطة على الصيرفة، شركات الصيرفة اللي عم يلعبوا بخلقة الناس. اليوم بحسب القانون بالمادة 19 من قانون النقد والتسليم تعطي الحق للمجلس المركزي انه يغرم الصيرفة، اسم الصيرفة، شركات الصيرفة في بحال اللعب مثل ما عم بيصير، او يشطبها من اللائحة، في يغرمها او يشطبها من اللائحة. لكن مين بده ياخذ القرار؟ مجلس مركزي اللي ما انه موجود على مدى السنة الماضية، والحاكم ما بيقدر ياخذ القرار منفردا. اذا خطر على باله واخذ القرار الصيرفي بيرفع دعوة على الحاكم، بأي أساس؟ بيطلع فيه لمجلس شورى الدولة أنت على بأي أساس عم تاخذ قرار؟ لهالدرجة ما ملتفتين السلطة السياسية قديش كريبلينج افكت تبع هذا الموضوع. بس فيش احتمال انه هذا الوضع يبقى مستمر يعني؟ لا أقول لما المجلس النيابي اخيرا رح ياخذ المبادره، رح يستجيب للطلبات من تشرين ثاني شباط ادار. كنا وفرنا كرامات الناس من ست شهور هدر كرامات الناس. بتصور كلكم مثل ما نحن عم نشوف شو عم بيصير بالناس اللي عم تحرق حالها واللي عم تقتل حالها واللي عم تنهدر كرامتها، واللي ما حدا بيهون عليه ابدا، ما حدا ابدا بيهون عليه. كنا فينا نوفر هذه الكرامات الناس ست شهور اذا اتخذ القرار بالوقت المناسب. A stitch in time saves 9. عقل بتقول لي better late than never؟ No. Never but never. لا شو بعد بده هيدا الانسان اللي قلقان وللناس اللي بتصور قاعدة على أعصابها وتأثرت نفسيا واجتماعيا وتهزت كياناتها، كيف بدك تلملمها بعدين؟ بدك تلملم أشلاء الناس؟ It's too late. It's better late than never بالتأكيد. من هونيك دكتور حسن بتوقع يصير في كابيتال كنترول منطقي وسليم، اللي بحيث شوي تبلش الناس تاخذ مصرياتها تباعا، شيء قدام شيء. وبهيدي المناسبة كمان افتح مزدوج تاني لأقول أصلاً ليش البنوك عم تعمل هيك؟ ما عندها مصاري؟ ولا عندها مصاري، بس ما عندها ثقة بالطقم السياسي.
اليوم في 6 مليار دولار ببيوت الناس. حدا اللي يقيسه كم مئة دولار، حدا يقيس أكبر كم ألف دولار، حدا يقيس أكبر كذا مئة ألف دولار أوكي؟ أو أكثر. مجموعا 6 مليار دولار، 4 مليار دولار منهم بالدولار الأمريكي اسبس يعني نقدي، ومليارين دولار كاونتر فاليو باللبناني. ليش عملوا هيك اللبنانيين؟ لأنه خفانين أنه يرجع الأول وجديد البنوك تسكر. إذا سكرت البنوك جمعة أو جمعتين تانيين شو بعمل أنا؟ وإذا حدا عنده استحقاقات وعنده مصروف شو بعمل؟ إذا لسبب أو لآخر الكريدت كارد وقفوا، وهلو مجال الاعتبارات عديدة. فمثلنا نحن كمواطنين حاطين ببيوتنا كل واحد على قياسه إمكانياته وحطت له نكسة صغيرة على جنب، مصارف عاملة نفس الشيء. المصارف ما فيها تعطي لأنه ما عارفة إنه كيف بده يكون في علاج فعلي. صحيح المصارف هي أساءت لنا كلنا كمواطنين، وأساءت لحالها أكثر من أي حدا تاني. فقدت مستقيتها اللي ما بعرف كيف بدها تترمم. لكن النتيجة هلا وصلت لهون، هي وصلتنا لهون وهي دفعت ثمن من أول وجديد. واليوم قاعدين عم يدافعوا إنه والله نحن عنا الأموال، عنا الأرقام المالية سليمة وموجودة، أنتوا يا حكومة على مدى سنوات طويلة أنتوا بتقروا ومجلس النواب أنتوا ما عندكم موازنات، بتقروا موازنات من دون قطع حساب اتسترا. فتحب التراشق يعني هلا انه بلش التراشق شو بيفيد هلا؟ انا كمواطن مهدوره كرامتي ولا قاعد قلق انه مش عم اقدر اخذ اللي بدي اياه، شو بيفيدني انا التراشق بين هدول الحكومه مجلس النواب والمصارف؟ باختصار المصارف هي وقعت ضحيه حالها. ليش شو بدنا نسوي؟ بدنا نفوت اكثر من هيك، ازوا حالهم اكثر.